يسعد صباحك وصباحنا بنسمة تنعش أرواحنا ربك يحب يفرحنا بالبركة الأيام جاية بعدني أقول لك فرحة وخير وآية فيها حب كبير وترنيمة يا من المزامير في آية أهلا بيكم أحبائي المشاهدين، يوم جديد بمن جديد وحلقة جديدة من برنامجنا آية وترنيمية. الآية بتاعتنا النهاردة من نشيد موسى اللي بيتكلم عن الله باختبار وبيحكي عن عظمته وبيكمل وهو فرحان بيفتخر بإله. في أول الآية يقول أعطوا عظمة لإلهنا في تثنية 32:4، والمرة دي بيقول عنه كده أنه هو الصخر الكامل صنيعه وجميع سبله عدل. لكن الآية بتاعتنا النهاردة هو إله أمانة لا جور فيه البتة صديق وعادل هو. هنرنم عن أمانته مش بس لأنه بيخلي باله مننا أكلنا وشربنا، لكن ده إله أمانة يعني الأمانة كلها، يعني الوجود التواجد لأجلنا في كل يوم. يعني مثلا لما احنا بنبقى وحشين او مقصرين او بشريتنا بتعيق احيانا يعني ان احنا نكون كويسين قدامه، يظل هو في صلاحه وفي امانته. هذا الاله الذي لا يتخلى ولا يتراجع عن شخصه، عن عظمته، عن مجده، عن امانته. وانا النهارده عايز اشجعك واقول لك هو الاله اللي يفضل امين، هو اله الامانه. يعني الترنيمه بتاعتنا النهارده بتقول كده، هو اله الامانه عظيم الصنيع ملجا وقوه وستري المنيع. الناس بتدور على الستر دايما، يقول لك انا يعني انا احنا عايزين من الدنيا الستر، لكن النهارده انا جاي اكلمك على الستر، الستر المنيع، ان ساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت. اله امين وفي ستره نحن محفوظون. وعشان كده ما تخافش من اللي جاي، ما تخافش من حاجة ممكن يصور لك العدو انك انت يعني هتعمل ايه لو حصل كذا. ما تخافش، اله الامانة يضمن حياتك ويضمن مستقبلك. اله الامانة عارف هو بيعمل ايه زي ما بتقول الترنيمة. وانا بشجعك بكل قلبي النهاردة انك تيجي قدام الرب وتقول له انت كنت معايا طول السنين، ليه هتتخلى دلوقتي؟ ما انت طول عمري، مش طول عمرك، ما تقولش ربنا طول عمرك، تقول له طول عمري انت مخلي بالك، طول عمري انت عارفني وحافظني وشايفني وبترتب اموري، مخلي بالك من الصغيرة قبل الكبيرة، لأنك إله أمانة. إله الأمانة لا جور فيك البتة، مش ممكن تيجي فيك حاجة زي اللي بتيجي للبشر. مستحيل انه يجي في امورك، في صفاتك، في خصائصك، مستحيل يجي فيك جور البتة ابدا، مستحيل. ده الانسان اللي يحصل معاه كده، لكن الله يا ده اله الامانة لا جور فيه البتة. هو الاله اللي النهاردة يضمن حياتك وظروفك وبيتك. مش معناه ان هو هيخليك عايش في رفاهية لا تنقطع، غلط. ومش معناه ان هو هيخليك ما بيحصلش معاك ولا حاجة يعني انت شايفها يعني نص نص، خلاص تبقى كده معقم وجميل وقاعد لوحدك وساكن كده في مكان كده في مكيفات. لا، الموضوع ما مفهوش الكلام ده، اما مكيفات اللي هي التكييف يعني، مش مكيفات عشان ما حدش ياخد الموضوع في اتجاه تاني. ببساطة شديدة جدا، إله الأمانة. النهاردة أنا باخد من نشيد موسى، باخد من كلمات واختبار موسى، وأقول لك ما تخافش من إلهك. ما عندوش مفاجآت غير سارة، ما عندوش سلبيات، ما عندوش نقائص ولا عيوب. هو إله الأمانة لا جور فيه البتة. افرح وتهلل وتعالى رنم معايا، تمر السنين وتفضل أمين يا ربي وإلهي القدير والمعين. إله الأمانة عظيم الصنيع الكامل صنيعه، الصخر الكامل صنيعه، ملجأ وقوة
وستري المنيع. تعال ادخل في الستر هتلاقي هناك الستر. يلا رنم معايا وافرح. الإله اللي عنده كل الأمانة، إله الأمانة لا جور فيه البتة. أضع نفسي وحياتي واللي عندي وأغلى ما عندي أحطه بين إيدين إله أمين، خالق أمين في عمل الخير. تمر السنين وتفضل أمين يا ربي وإلهي قدير والمعين. تمر السنين وتفضل أمين يا ربي وإلهي قدير والمعين. إله الأمانة عظيم الصنيع يا ملجأ وقوة وستر المنيع. إله الأمانة عظيم الصنيع يا ملجأ وقوة وستر المنيع. يا ملجأ وقوة وستر المنيع بنلجأ إليك حالا بنلاقيك وظروفنا وهمومنا نرميها عليك. بنلجأ إليك حالا بنلاقيك وظروفنا وهمومنا نرميها عليك. إله الأمانة عظيم الصنيع يا ملجأ وقوة وستر المنيع. إله الأمانة عظيم الصنيع يا ملجأ وقوة وستر المنيع. يا ملجأ وقوة وستر المنيع. في وقت الجروح والخوف والطروح بنجيلك يا غالي ألمنا يروح. في وقت الجروح والخوف والطروح بنجيلك يا غالي ألمنا يروح. إله الأمانة عظيم الصنيع يا ملجأ وقوة وستر المنيع. إله الأمانة عظيم الصنيع يا ملجأ وقوة وستر المنيع. يا ملجأ وقوة وستر المنيع. يا رب بجيلك النهاردة أنا وكل أموري وكل حياتي وظروفنا وهمومنا نرميها عليك. في وقت الجروح وكل الأوقات أنت إله الأمانة الذي لا جور فيك البتة. اقبل نفسي وحياتي وظروفي وضعها بين إيديك، خالق أمين في عمل الخير. مفيش غيرك، مفيش زيك. أشكرك، لك المجد. ربنا يديك يوم طيب وجميل. يسعد صباحك وصباحنا
بنسمة تنعش أرواحنا، ربك يحب يفرحنا بالبركة الأيام جاية. سمعت في الآية إنجيل، فرحان معايا بالتراتيل، يملى حياتك بالتهليل، يومك بخير طيب وجميل يا